On a pu tester 16 300 échantillons de produits pétroliers pour voir leur conformité. Je peux dire qu'en termes de conformité, donc 98% c'était conforme pour le gasoil. انه يوصل ما يحطوش على السياره ديالو يعني يكون المنتوج من ناحيه الجوده مهم ما كاينش غش وما ياثرش على البيئه لانه الطاقة بصفة عامة كيعرف واحد الدينامية كبيرة جدا لا على مستوى الإصلاحات التشريعية والمؤسساتية والإدارية ولا على مستوى أيضا الإنجازات والاستثمارات. طبعا من ضمنه قطاع ديال المحروقات، كما تعلمون أن قطاع ديال المحروقات فيه نقاش كبير جدا فيما يتعلق بتطوير هذا القطاع، وكان واحد العدد ديال الإصلاحات اللي هي مهمة. أبدأوا الإصلاح الأول هو مزيد من التنافسية في هذا القطاع، عدد من الشركات جديدة دخلت لقطاع المحروقات ويعني مستثمرين مغاربة، وللآن الحمد لله بدأوا يوفرون الخدمة والمحطات للمواطنين. الأمر الثاني هو تبسيط المساطر للحصول على التراخيص، واللي خلاتنا الحمد لله كننتقلوا من أقل من 60 محطة في السنة إلى حوالي 200 محطة في السنة، وهذا ايضا تشجيع الاستثمار كان كبير او كان متوسط، وخاصه الشباب اللي بداوا كيستثمروا في هذا القطاع، بالاضافه للاستثمار في مراكز التعبئه يعني اللي كنعمروا بها البوطات ديال الغاز او غيرها. بالاضافه الى هذا الشيء هو تطوير المنظومه اللوجستيكيه وخاصه التخزين ديال المنتوجات، والحمد لله كاين استثمارات اللي كتوصل 4 مليار ديال الدرهم في هذا المجال باش يمكن لنا نأملوا تزويد السوق الوطني بما يحتاجه من محروقات من غاز وغيره الى غير ذلك. اضف الى ذلك وهو الاشتغال على نظام تتبع مراقبه الجوده. عندنا 5 ديال المختبرات الحمد لله كاين الدار البيضاء وكاين مختبرات على الصعيد الوطني، لكن المختبر المركزي هو هذا، واللي طلقنا اليوم صفقه باش يمكن نعاودوا نبنيوه ونعاودوا نجهزوه، اللي طلب 20 مليون ديال الدرهم ما بين البناء وما بين التجهيز. ولكن لم نكتفي بهذا، بل نشتغل طلقنا طلب عروض ديال نختاروا الحلول الجديده والتقنيات الجديده لتتبع الجوده وتتبع المسار ديال هذه المنتوجات من الدخول من الميناء الى الزبناء. هذا غير خلينا نحيدوا الخلاف اللي كيوقع ما بين المستوردين والموزعين وما بين اصحاب المحطات، غيخلينا ايضا اننا نراقبوا هذه الجوده، وغيخلينا ايضا نراقبوا حتى المنتوجات اللي طبعا تدخل بطريقه او تكون بطريقه غير قانونيه. ولذلك هذه عدد من الاصلاحات مهمه ومهمه بالنسبه للبلاد ديالنا يعني، وهنا من هذا كان رساله على ان البلاد ديالنا الحمد لله في مناخ الاعمال يعني في تحسين مناخ الاعمال وشروط الاستثمار. الحمد لله البلاد ديالنا كل مره كتحقق خطوات، وهذا قطاع من اصعب القطاعات، هو كيبين الحمد لله ان الاصلاحات جاريه ومازال غتكون جاريه. الهدف طبعا ان المستثمر يلقى راحته ويربح، ما كاين حتى شي مشكل، ولكنه ايضا ان تحترم الجوده وان تكون المراقبه وان يحترم ايضا الزبناء وخاصه المستهلكين، يعني من اللي يحصلوا على واحد المنتوج في ظروف حسنه وبكلفه حسنه وبجوده ايضا يعني جوده يعني تروق للمستهلكين. فاذا هذا التوازن بين تامين تزويد السوق والاقتصاد الوطني وبين ربحيه الاستثمار وحقوق المستهلك، هذا هو التوازن الثلاثي الذي يجب ان نحرص عليه دائما في الاصلاحات اللي كنقوم بها، واللي الحمد لله اعطت نتائج ومازال ان شاء الله النتائج في المستقبل. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين فبراير وتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.